مين اللي سماك الخواجه؟ وانت اللي سماني الخواجه الكابتن شريف الفار الله يرحمه. كابتن شريف الفار. اه لان انا كنت انا ومجدي سالم شبه بعض. آه. في شبه بيننا جامد جدا. فكان بيغلط بيني وبينه. اه. فكان هو حافظ مجدي يجي عندنا. نعم. مش عارف يقول محمود. رغم ان يعني سهل يعني اسمه محمود. فهو بقى كان يغلط فيجي عندي يا ابني انت تعالى كده انت شبه الخواجات كده انت تعالى خواجه كده. شكلك زي الخواجات بقى او شعر اصفر. اه صغير. اه. فين الصور يا جماعه؟ هاتوا لنا الصور بتاعت الكابتن محمود الخواجه وهو صغير. اه كان. طيب انا كنت فاكر مره كنا رايحين للكابتن زيزو في المعادي. اه. عشان نبات هناك كلنا مع بعض. ادي الكابتن طبعا محمود خواجه لعيب اوروبي. لعيب اوروبي. اه لا كنت. واحنا رايحين احنا رحت انا سبقت انا والخطيب وكان معايا فتحي مبروك. تقريبا. كان الكابتن شوقي. عبد الشافي. ورحنا. ايوه. على المعادي وانت كنت جاي انت وغانم. انا وغانم وعبد العزيز وفاروق. بالظبط كده. في عربيتي. كانت في عربيتك. كان عربيه بقى ما. كان عندك عربيه فولكس. فولكس كانت اه شاريها ب 400 جنيه كده 500 جنيه. ما كانش فيها موتور. وبالقسط يا مخصر. والله. بتمشي بالميه السخنه. اه انا كنت بفرمل كنا تحت مش تحت بالفرامل لا كنا بنحط رجلينا بره العربيه عشان انتوا اتاخرتوا قوي فكنا جايين بالليل كان بعد 11 ده بالليل بعد 12 كمان تقريبا 11 كان شتاء يعني. ففوتنا على حادث بنزين ليه مكان فندق دلوقتي عندي جامع التحرير كان مكان الانتركونتيننتال ايوه فندق الانتر كونتيننتال سيمون بلوفار اسمه المدام ايوه عند عمر مكرم كده بالظبط في ظهر عمر مكرم في الحته دي كان في بنزينه فدخلنا البنزينه اي رحت لهم قلت لهم مفيش بنزين عندي هتقف بين ما بانش عندك العداد مفيش عندي امبير في العداد مفيش اصلا موتور ولا عربيه ولا اي حاجه الامبير بتاع العربيه تحت عند ريل عند ريل عند دي كانت موديل 57 56 58 ما شاء الله والله كانت ب 400 جنيه يا مصطفى بدفع كل شهر 10 جنيه متاكد كان فيها موتور؟ اه كان فيها لا كان طيب. فيها وسيور وكده وزيت وبتاع اي حاجه بتزن واحنا ماشيين انت شفتها انت عارفها طبعا تقول لي انا ركبتها وجالي فيها كرامبات فالامبير اللي بتاع امبير البنزين تحت عباره عن حديده كده عامله كده يمين يبقى فيها شمال يبقى فيهاش طبعا انا دي مش باينه لا شمال ولا يمين المهم دخلنا نفتح الكابوت اولا حاطه فاضيه خالص دورنا لقينا واد نايم كده اللي هو بتاع المسؤول عن البنزين نايم الليل نفتح الكابوت عشان يجي يحط لنا لان كان التانك بتشيل لازم الكابوت قدام نفتح ده قدام مش عايز يفتح خالص نجيبه يمين نجيبه شمال مفيش كبوت سقعان الراجل جه طبعا هو واقف معانا مش هنخلص بقى الليله دي ولا ايه بيقول لكم يعني فنقول له طب ما تساعدنا يقول له طب اهو يلا وروني ها مفيش مش عايزه يعني انا عايز انام بقى انتوا ايه ما تروح يا عم طب ما لا بس ساعت. شكله كان عامل دماغ باين كده من الحكايه يا عم احنا رايحين المعادي وعارفين تقف مننا انا بنزين اهو احنا في المحطه قال طب ما هو انت مش عايز تفتح البتاع انت طب ما نعمل ايه؟ قال كل خلاص بقى اقول لكم تعملوا ايه؟ كل واحد يشرب له 2 لتر خدوها جنب. قلنا له يا لا ده عامل دماغ. لا عامل دماغ. ضحكنا فعلا. طبعا انتوا لما جيتوا حكيتوا لنا اللي على الموضوع ده في واحنا في المعادي احنا قعدنا لحد الساعه 4 الصبح نضحك من كتر اللي احنا شفناه. لا بس لسه العربيه بتاعتك انت انا عايز اقول لك انا افتكرت ان انت كان عندك عربيه فولكس بس كان موديلها احدث شويه كان موديل جديد شويه يعني كانت مثلا موديل 58 ونص لا لا كان موديل 73 حاجه كده 73 بس كان في وقتها كان انت فاكر كنت انت بتعدي عليا تاخدني توصلني معاك طبعا كنت انا اوصل مثلا اركب لغايه الجيزه ونتقابل هناك نتقابل هناك ونطلع الكليه فانا ركبت معاك العربيه دي مره بقى طب بلاش الكلام فضايح دي بقى طب ما انت تعال اتكلمت على عربيتي هات اللي عندك هات اللي عندك اشمعنى عربيتك انت؟ بس عربيتك موديل قديم قوي اشمعنى عربيتي انا؟ طيب ماشي يعني بينا وبين بعض ايه 3 سنين ست سنين تعمل قطر مش عربيه وانا كبت جنبك وماشيين فجاه انت لقيتك لسه متعلم السواقه فجاه لقيتك بتعمل ايه؟ رحت طالع كده ايدك اوعى يا ابني انت اوعى ست حاسبي فبقول لك الله ايه بصوف ايه؟ قلت له ما عنديش فرامل يا محمود انا ما كنتش عارف الفرامل من الدبرياش ولا عارف اي حاجه خالص ولا كلاكسيوم قال لي ولا عندي حاجه خالص يا محمود شوف الناس وعايز نطلع اقعد على الكبوت واقول للناس اوعى طب ازاي يعني
لا وانت واحنا بنحاول، انت قلت لي هطلع بايديا كده فلاشر. ايوه عشان احنا داخلين يمين. لا ودي كانت ده ايام ما ممكن احنا كان ممكن نموت. خلي بالك لا يا عم انا لك اركن اركن، ما مش عارف انت توقف. انا رحت الشادي ده فرام اليد رحنا راكنين واقفين. انا مش لسه متعلم السواقه بقالي 3 4 ايام. لما كنت بفرمل بفتح الباب واحط رجليا. ما انا ما كناش ماشي، ما اعرفش الدبرياج فين، ما كانش اوتوماتيك ولا الكلام ده. يا اخي ايام والله. بتتريق على عربيتي. ها؟ وبتتريق على عربيتي. هو كان فيها موتور. هو انت ما كانش فيها عربيه كانت ماشيه، عربيتك كانت ماشيه بالميه السخنه. انت ولا كان في عندك دبرياج. يا اخي ايام والله ايام جميله. اه. وكنا عايشين ببساطه. انت عارف ان احنا ركبنا العربيه بقى ورحنا مكملين مشي. رحنا الكليه مشي. وبعدين رجعنا جبنا ميكانيكي عملها لك. اه عمل لك الفرامل ده ما كانش، وعمل لك الدبرياج وكله ده. انا بقول لك بقى هو كان فيها حاجه. بس كان لونها حلو قوي. الله يرحمه كابتن جوهر الصغير. اه كنا قاعدين في اثيوبيا قعدنا 34 يوم. ايوه وجوهر ده كان دمه خفيف قوي قوي، فالجو هناك صعب قوي. اه 34 يوم والرطوبة والرطوبة عليه جدا والاكسجين قليل قوي. أيوة. فكل يوم بقى ياخد واحد يتريق عليه. فجي اللي جوري فجيبي مش عارف غانم سلطان بيقول له ايه، مصطفى عبده عنده عربيه فولكس على جنبه كده. قال له ما انا عارفها انا عارفها، كان بيشيل الكراسي بتاعتها ورشها ميه من جوه. يا اخي ايام ايام كانت جميله قوي. يعني انا ببين بس بقول للساده المشاهدين احنا ليه بنحكي الحاجات دي، لان احنا ما كانش فيش حاجه في حياتنا غير ان احنا بنحب بعض. والانتماء كنت بحب النادي بتاعي وقت طبعاً. الماتش، انما بعد كده انا وحسن شحاته طبعا كابتن حسن شحاته وفاروق جعفر وغانم وكابتن طه بصري والخواجه وكل النجوم دي كلها وزيزو والخطيب وكرامي بقول لكم ما فيش حد، ما كناش بنسيب حد ابدا. ليله مباراه الاهلي والزمالك، هل الجيل الحالي يقدر يعملها نروح يباتوا قبل المباراه عند بعض؟ لا ما اعتقدش. ما هي دي الحاجات اللي مزعله الواحد. وكانت الحياه سهله جدا، كانت الناس بتتفرج على الماتشات، وكان في كل حاجه كانت جميله. عوائل انا 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 يعني انا كان عندي الحاج الله يرحمه وابويا ابويا بقى بعد رضا عني بعد كده وانا بلعب كل ما عارف بقى اللي انا لعبت كوره وبقيت معروف بقى يروح يتفرج. كانوا يروحوا هم واخواتي ياخدوا بعض ويروحوا الماتشات ونقعد، الناس تقعد جنب الاهلاوي جنب الزمالكاوي. الناس كانت بتتبتع يا كابتن خواجه. اه والله والاهلاوي جنب الزمالك ومفيش مشاكل. ما اعرفش دلوقتي العمليه ليه كده وصلت لكده، انا مش عارف. ما عارف هو طبعا هو اكيد في هناك اسباب يعني. اكيد اكيد اسباب. كانت الناس سهله جدا معاهم.